السلام عليكم خواتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير عليكم. عندنا اليوم فيديو شرح منصة بوكوين، طريقة شراء وبيع العملة وغير ذلك. اول شيء تأتي الى المتصفح الخاص بك لتبحث عن المنصة، تضغط هنا تكتب بوكوين كما تلاحظوا، تضغط هكذا، بعد ذلك تنسخ الرابط. إذا كنت عندك كنت تتعامل على ميتا ماسك أو تريس والات، نذهب إلى، أنا نخدم على تريس والات، نذهب إلى تريس والات، نضغط هكذا، ننزل أسفل، نأخذ دابس ونضع الرابط هنا هكذا، نضغط أوكي، نغير من إثيريوم سمارت تشين. كما تلاحظوا لهنايا عندنا بيز سكان، وعندنا بوليغون، وعندنا كيو سي او. اذا كنت حاب تبحث العملة اللي عندك على المحفظة تاعك، ما عليك سوى ضغط هنا كونكت. هنا كونكت، تربط المحفظات ميتا ماسك او تريس والات او اي محفظات تستعملها انت، بيننس شين والات، نضغط على تريس والات هكذا. اذا اردنا نعرف العملة التي موجودة على المنصة على المحفظة اوتوماتيكيا بدون بحث، الموقع هو الذي يستخرج لك كل العملات. هناك فرق ما بين بنك سواب الذي تأتي بربط العقد تضعه، والفرق و بوكوين أو أوتوماتيكيا يأتي لك بكل العملات التي وضعت على على المنصة تاعك، سواء كان كنت سحبتها وسحبتها من قبل، تبقى يعني كما يقولوا ميموريزي على الموقع. سوف أشرح لكم ذلك. كما تلاحظوا يخرجنا كامل العملات الموجودة على المحفظة الخاصة بهم. مثلا إذا حبيت تبيع العملة، أقول مثلا حبيت تبيع العملة هذه، تضغط هكذا باش نعاود نرجعو، نأتي إلى هنا هكذا، قلنا تضغط هنا، بعد ذلك تنزل أسفل تجد العملة كما تلاحظوا لهنايا والت، تجد العملات كلها موجودة هنا. إذا أردت بيع العملة مثلا، وأول شيء قبل ما تبيع العملة يجب أن تعرف أن العملة إذا كانت سكام يعني نصابة أو لا، سوف أريكم ذلك. مثلا عندي عملات لهنايا، عندي دوغ بي هذه، تأتي الواجهة هكذا كما تشوفوا، باش مثلا نعرف العملة شحال راهي دير، باش نعرف باش نقدر نبيع العملة واش ندير، نروح لهنايا تراد، نضغط هنا هكذا، نطلع شوية الأسفل الأعلى، نضغط هنا باش نبدل، تولي العملة في الأعلى، ثم نضغط ماكسيمو ماكس كما تلاحظوا. إذا ضغطنا حبيت نبيع العملة مثلا 500 القطعة هذه، نضغط على السواب، العملة مازال ما تفتحتش، ما فتحوهاش يعني للبيع، ليست مؤهلة للبيع الآن. وهناك طريقة إذا أردت يعني تأتي برابط العقد للعملة مباشرة بدون أن تبحث عنه في أي موقع، أو تدخل أو ترجع المحفظة تاعك، تضغط هنا فقط هكذا، سوف يوجهك مباشرة إلى البيزنس كام، هذا هو ربط العقد العملة. إذا حبيت تعرف أن العملة نصابة يعني سكام أم لا، وش تدير؟ تضغط هنا هكذا، تضغط على هذا الرابط،
تضغط عليه هكذا، ننزل أسفل، نهبط الأسفل، نجد أن العملة تباع، يعني كما يقولوا تباع وتشترى، تباعت العملة، يعني الموقع يعني كان هناك سحوبات. كيف أعرف ذلك؟ أخوتي هنايا، هنا أو هنا، يعني في هذا، إذا لقيت كيما هكذا راكم تشوفوا لهنايا، وإذا لقيتها مثلا العملة هذه نصابة، كيفاش تعرفها؟ دوك نوريلك، نوريلكم كيفاش تعرف بلي العملة نصابة. مثلا نروحوا لهنايا، نرجعوا لهنايا، نعود لهنايا، نضغط هنا شارت، نضغط شارت، ثم نتجه إلى هنا. مثلا هنا عندي عملة سكام، سوف أريكم. هذه مثلا عملة سكام، هذه سكام، نضغط عليها العملة كما تلاحظوا، ما لا تأخذوا بهذه كما يقولوا الواجهة، يعني تاع ترند، هذه تاع ما تخلعكمش، هذه ما تخلعكمش، ما تديروش عليها، لأن إذا كنت ثبت لكم بلي هذه العملة نصابة سكام، تضغط كما قلت لكم، تضغطوا هنايا، يعطينا العقد تاع العملة. عاودوا رجعوا، شارت، نضغط على العملة هكذا الموجودة هنايا، نضغط هنا، نضغط هكذا، نضغط على الأيقونة هذه، كما تلاحظوا شوفوا الكونتاكت تاعها، هذا هو العقد تاعها، نضغط على العقد، نزل أسفل، هنا تعرف باللي العملة نصابة سكام، ما تدفعش. شوفوا لاحظوا مليح لهنايا، لاحظوا مليح، العملة هذه سكام، يعني كم من شخص عرض السحب ولكن السحب لم يصله، كما تلاحظوا هنا هذه عملة سكام. نروحوا لعملة أخرى باش نزيد نبين لكم بلي صح سكام. مثلا نروحوا الميسك سواب، ميسك سواب، تضغط عليها العملة هذه كما تلاحظوا، نضغط على هذه الخانة كما قلنا هكذا، نضغط على العقد، نزل أسفل، ليس شرط زعما تلقى النقطة هذه الأيقونة حمراء يعني يسكام، لأن كاين بعض البعض اللي مثلا السحب تاعو، مثلا نعطيك مثال، تحب تشري العملة وباش تشريها تحب تنقص يعني من الفريق، من لي غاز، يعني احتساب الرسوم، كي تنقص تخرج لك هذه الواجهة، لأن الكل قاع سحب هذه العملة، ولكن كاين البعض اللي ما تصلوش العملة هذه، لذلك تخرج هذه الطريقة. أروح الميكي هذه هكذا، نضغط كما قلنا هكذا، ننزل أسفل، نضغط على العقد، لاحظوا
مهم العملات السكام معروفة، لكن بين لكم شكون هي. كاين عملات السكام كاين ما يعرفهاش، ممكن ينخدع فيها. روح التراد، كيفاش تبيع العملة وكيفاش تشتري العملة. تضغط هنا، تغير هنا. مثلا تحب تأتي بعقد عملة، أي عقد تاع عملة، مثلا عملة يعني ماشي موجودة على المحفظة تاعك، وتحب مثلا تشريها. روحوا مثلا مثال، رحنا إيتر سكان، بحثنا عن عملة اسمها سولانا، نأتي برابط العقد مثلا، نروحوا ننتجه لهنا، نضع رابط العقد هكذا. تقول مثلا BTC، ولا نديرو نكتبو BCH بيتكوين كاش هكذا. نأتي بربط العقد هكذا، نذهب هنا، نضغط، العقد هكذا. نكتب بي سي اش هكذا. تحب نشري من العملة هذه، نكتب الاسم تاعها فقط ونديرو ماكسيموم. إذا كان عندنا العملة على البي ان بي نستطيع الشراء مباشرة، نديرو ماكسيموم هكذا كما تلاحظوا. نغير فقط، نضغط على السهم اللي راك تشوفه، نضغط هكذا ونضغط ماكسيموم. نشتري مباشرة العملة. مثلا حاب نكتب عملة أخرى، مثلا نكتب إيتر هكذا، إيتريوم، تشتري عملة مباشرة. هذا البيع والشراء، تحب تشري ولا تحب تبيع. إذا أردت البيع تضغط هكذا، إذا أردت الشراء تغير السهم فقط. كان هذا الشرح خاوتي، واللي ما فهمش ولا بركش حاجة إن شاء الله يفهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان هذا الشرح على هذا الموقع. كان الأصدقاء اللي طلبوا مني الشرح تاعه، لأني بعض الأحيان تستغنى على البنك سواب، لأن هناك بعض العملات اللي ما تتباعش على البنك سواب تتباع على هذا الموقع. أنا بعت من بعت هنا بعت بزاف كثير من العملات اللي بعتها على هذه المنصة، وعلى منصة بانك سواب ما قدرتش نبيعها. عندك واش اللي هنا؟ شوف لاحظ مليح هنايا، كي تجي تبيع العملة تاعك، اولا اول شيء تاخذ حذرك منه. مثلا نروح نزيد نحكي نشرح لكم حاجة خاصة اخرى نسيتها وهي مهمة جدا. مثلا تجي تبيع عملة مثلا ميلو، هذه شحال دير؟ دونك مثلا نحب نبيعها، راح تراد هانيك ادير ميلو، نبدلها ندير ماكسيموم. قبل ما نبيع العملة تاعي حتى ولو يعني نفترض راح نقدر نبيعها، باسكو ما نقدرش نبيعها هذه مازال ما تلقوهاش. شوفوا اللي هنا هنا شحال ياخذ عليك، شحال يدي عليك نسبة المئوية، شحال يعطيك
شحال تدي ما تدي العملة. إذا مثلا تلقى روحك تبيع بالخسارة، ما كان تبيع هنا تقدر تعرف شحال البيع والنسبة المئوية، وتلقى في الأسفل هنا تعرف شحال العملة، شحال راهي واصلة، اسكو راهي في صعود ولا في نزول. هذا إذا كانت العملة تقدر تبيعها. إذا شفت العملة تاعك راهي نازلة ما تبيعهاش حتى ولو كنت قادر تبيعها. إذا كما نقول ديت أي دروب جديد وربحت أي دروب جديد في نهار، يعني كما نقول يقول لك 18 أكتوبر سوف تستطيع السحب هذا الأي دروب. 18 أكتوبر تلقى العملة هذيك طايحة، بيعها باسكو على زيد تعاود تنزل. وإذا لقيتها في صعود اصبر عليها، خليها تطلع. كل واحد كيفاش. المهم المهم الموقع هذا شباب بزاف، وكما نقولوا يعني عجبني بزاف. أنا خدمت عليه وتبيع عليه العملة يعني بطريقة سهلة، ليس كما بانك سواب. بانك سواب بعض الأحيان تلقى عملة ما تقدرش تبيعها حتى ولو هي كانت البيع ما يطلب لك، هي يطلب لك نسبة كبيرة من الفائدة أو لا تستطيع بيعها. وكان هذا شرح خاوتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.